السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا فيك عزيزي الطالب بالجزء الثاني من الدرس الثاني للأنماط العددية. انهينا آخر إشي عند السؤال الثاني، صفحة 72. حكينا أكثر إشي عن مثلث باسكال، ومثلث باسكال قلنا عنه إنه في عدة أنماط، وحتى الجمع لكل صف في له نمط معين. علشان نزيد قدرتنا من تنبؤ الأنماط لازم نحل مسائل أكتر. هلأ كل ما تيجينا مسألة بدنا نعرف قاعدة النمط فيها، بدنا نتأكد من الأرقام هل هي في تزايد أم في تناقص. في حال كانت في تزايد إذا العمليات رح تكون إما جمع أو ضرب، في حال كانت في تناقص فإما حتكون يا قسمة يا إما طرح. إحنا كصف خامس مش مطلوب منا إلا نفكر بعملية واحدة فقط داخل كل مسألة. خلينا نحل مع بعض سؤال 2 صفحة 72 فرع ألف. بسم الله. طلعوا الأرقام مع بعض. الأرقام 17، 21، 25، 29. الأرقام هون قاعدة بتزيد، 17 صارت 21، صارت 25، صارت 29، كل ما لها قاعدة بتكبر. إذا بدي أفكر إما بالجمع أو بالضرب. 17 كيف أصبح 21؟ 21 كيف أصبح 25؟ عزيزي الطالب إذا لاحظت أنه عندي الأعداد في تزايد مو في تناقص، لأن في تزايد عندي خيارين، يا إما عملية ضرب يا إما عملية جمع. واضح معي إنه ما في عدد أضرب ب17 بعطيني 21، إذا راح ألغي عملية الضرب وأفكر فقط في عملية الجمع. 17 كيف أصبحت 21؟ عن طريق جمعها للعدد 4. برجع أعيد، في حال إنه إحنا ما عرفنا نحسب ذهنياً شو العدد يلي بجمع للواحد وعشرين، بطرح أنا بقارن بين هدول العددين، ما بطلع هدول، فقط عندي هدول العددين. بطرح الكبير اللي هي 21 مقارن بال 17، 21 بطرحها من 17، 21 بطرحها من 17، بستلف 11 ناقص 7 اللي هي عبارة عن 4، و 1 ناقص 1 0. إذا كم الفرق ما بين كل رقم؟ 4. إذا الفرق بين كل رقم ورقم 4، لكن لأنها في عملية تزايد اتفقنا إنها حتكون عملية جمع. هون عندنا عملية جمع. طيب خلينا نشوف الواحد وعشرين كيف صارت 25. واضحة جدا إنه جمع لها كمان كم؟ جمع لها 4. طب 25 كيف صارت 29؟ برضو جمع لها 4. إذا حبيت تتأكد يا عزيزي الطالب بتمسك مثلا الرقمين هدول، بتعرف كم المجموع لهم، بمسك الكبيرة اللي هي 29 بطرح منها الصغيرة 25 بعطيني كم؟ 4. طيب إذا أنا عندي دائما عملية عشان أعرف مقدار الزايد أو مقدار الطرح، بمسك الكبيرة بطرحها من الصغيرة وبكتب الناتج، لأنها الأعداد في تزايد إذا العملية عملية جمع. إذا شو بضل عندي 29؟ كيف بدي أخليها رقمتين بدي أجمع لها 4. إذا لاحظت بجمع 4 4 4 4، كل مالي بجمع 4 لكل حد، إذا بدي أجمع هون كمان كم؟ 4. بمسك الرقم يلي هون بجمع الأربعة وحطه هون. هلا بمسك الرقم يلي هون بجمعه لأربعة بحطه هون، لما هو بتنقل بدي نط من هون عن الفاصلة بدي نجمع له 4 وبعدين ينحط في المنزلة الجديد أو في المكان الجديد. هلا 29 زائد 4 بعطيني 33. 29 29 زائد 4 بعطينا 33. 33 33 بدي أجمع لها لأربعة كم تعطيني؟ 37. إذا يا خامس إذا يا مس بتحب تجمع على طرف، أنا مش ضد الموضوع، لكن إحنا بنشجع عمليات الحساب الذهنية. 37 زائد 4 اللي هي 41. 41
من 37 زائد 4 41. نشوف في لعبة. طبعا كل ما حلينا مسائل أكتر كل ما صار تمكنين أكتر. التناقص يفكر في الطرح أو القسمة. طلعوا الأرقام مع بعض، 89، 79، 70، 62. الرقم الثاني قاعد بقل، إذن الأرقام في تناقص. طلع مع بعض، أنا بدي أفكر إما بالقسمة أو بالطرح. أكيد ما في عندي عدد أقسمه 89 يعطيني 79، إذا بدي أفكر في الطرح. طيب نيجي مع بعض. هلا كونه قسمة، إحنا مو حافظين جدول ضرب الناتج في 89 عشان إني أفكر في القسمة، لأن أنا بدي أفكر في الطرح أولاً. الطرح 89 كيف صار 79؟ طرح لها كم؟ كم ناتج الفرق بينهم؟ 10. برجع أعيد يا خامس، إذا ما بتعرف كيف نعرف نمسك الرقم هاي، مش أنا قارنت بين هذول الرقمين أولاً، بمسك الكبيرة وبطرحها من الصغيرة وبشوف كم الناتج 10، ولأنه أنا عندي الفرق 10 وبتنقل لعملية تنقلات من الكبير للصغير لما أطرح 10. لكن هل أنا بطرح 10 للجميع ولا الرقم بتغير؟ 79 كيف صارت 70؟ طرح، أكيد طرح، ممتاز لأنه نقص. طرح كم؟ مو 10، لو 10 بصير 69، طرح 9. طب 70 كيف صار 62؟ طرح 8، ممتاز. هلا اطلع أنا كيف قارنت؟ قارنت هذول الاثنين مع بعض، كتبت قديش ناتج الطرح، قارنت هذول الاثنين مع بعض، كتبت قديش ناتج الطرح. قارنت هدول اثنين مع بعض وكتبت ناتج الطرح. فكر معي عزيزي الطالب، قل لي العشرة كيف صارت 9، كيف صارت 8، كمالي بنزل رقم رقم رقم. يعني هون طرح 10، اللي بعدها طرح 9، اللي بعدها 8، اللي بعدها كم لازم يطرح؟ بده يطرح 7، ممتاز، ناقص 7. هلا اللي هون طرح منها 6، 10، 9، 8، 7، 6، كم لازم يطرح؟ 5، إذا كان بعد تنازلي من 10 ونازل. هلا 10، 9، 8، 7، 6، 5، إحنا هيك تأكدنا إنه إحنا مو ناسيين ولا أي رقم. هلا نبلش طرح. 62 ناقص 7، 62 ناقص 7، إذا بتحب على ورقة، على ورقة أفضل. بتحب ذهني، احنا بنشجع الذهني. 62 ناقص 7 استيلاف 12 بتصير 5. 12 ناقص 7 اللي هي كم؟ 5. و5 ناقص 55، إذا هون أنا عندي 55. هلا ال 55 كنت أطرحها 6 وأحط الناتج فوق. 55 ناقص 6 عندي استيلاف، لأنه 5 ناقص 6 لا يجوز، يصير عندي هون 15 وهنا 4. 15 ناقص 6 اللي هي كم؟ ممتاز 9، وأربعة بتنزل لأن 49، من هون عندنا 49. نيجي هون 49 لو أطرحها من 5، يا بتطرح عادي يا أما 49 ناقص 5 اللي هي 44، من هون 4. طيب خلينا نشوف فرع جيم. هل الأنماط متزايدة؟ تناقص، تناقص 53 صارت 48. كيف بدي أعرف مقدار الفرق؟ في إنه في حال إنه ما حبينا نخربط أو حبينا نحل حل 100 صح، بمسك الكبيرة ونقصها من الصغيرة وبطرح عشان أعرف مقدار ال 3 ناقص 8 لا يجوز، بروح أعمل استيلاف من جارتها. 13 ناقص 8 اللي هي كم؟ 5. و 4 ناقص 4 0، إذا قد إيه عماله بنقص ولا بزيد؟ نعرف إنه 5 ما
مثلاً أنت في نص الحل وما عرفتش إنه بطرح ولا بيجمع المهم إن عرفت إنه خمسة، كيف بتراجع معلوماتك؟ عماله في تناقص ولا في تزايد؟ في تناقص إذا بطرح. حلو؟ تمام بطرح عشان ما أنسى، هيك إشارة صغيرة. طيب 48 كيف صارت 43؟ ممتاز، طرح منها خمسة. إحنا مش متأكدين، على فرض ما إحنا مو متأكدين، مش هدول الرقمين اللي أنا سألت عنهم. مين الكبير فيهم 48 أو 43؟ 48. 48 أطرح منها كم؟ 43، علشان أشوف إيش مقدار الفرق. 8 ناقص 3 5، 4 ناقص 4 0. إذا أنا عندي هون طرح 5. هلأ بدي أطرح كمان كم؟ إذا لاحظت ناقص 5 ناقص 5، إذا هون ناقص كم؟ ناقص 5. عزيزي الطالب نقصت 5، بدي ناقص 5 اكتب الناتج هون. هلا ناقص 5 وين بدي اكتب الناتج؟ هون ناقص 5. اذا خايف تخربش اعمل لي السهم هيك بس تحت الفاصلة، ثبت انه العملية بطرح 5، العملية من هون لهون اطرح 5 واكتب الناتج فوقهم. طيب اطرح 5، 38 ناقص 5 اللي هو 33، 33 33 ناقص 5 بعطيني 28. حبيت تتأكد هاي 33 ناقص 5، 3 من 6 بصير 13، وهي بصير 2، أكيد هون صفر لأنه صفر على شمال ما 13 ناقص 5 اللي هي 28، 28 فعلا 28. هلا 28 ناقص 5 رح يعطيني 23، 23. حبيت أتأكد اطرح طرحها موجودة. هلا عزيزي الطالب خلينا نشوف مع بعض فرع دال. إذا قبل ما نشوف فرع دال، إذا الأعداد في تزايد برجع أكد، بدي أتأكد هل هي جمع أم ضرب، ممكن تكون مربعات أو مكعبات. أما إذا كانت العملية في تناقص رح إما تكون ناقص أو قسمة. بسم الله. تزايد يعني يا بجمع يا بضرب يا مكعبات يا مربعات. يلا ركز أكتر، بدي أجمع ما بجمع عدد معين، بدي أضرب ما بضرب عدد معين لأنه ما في رقم أضربه بواحد بعطيني 8 سوى 8، ما في رقم أضربه بـ8 بعطيني 27، ولا يوجد رقم أضرب بـ27 يعطيني 64. إذا الضرب استثنيناه. هلأ بدي أفكر في إذا الضرب إيش قلنا عنه؟ مستثنى، ما بديش أفكر في الضرب. أفكر في الجمع، واحد كم جمعت إلى 8 صارت 7، 7 زائد ممكن 8 عدد كبير جمعت إلى 27، إذا برضه الجمع مستثنى. نرجع لي عن المكعبات، مكعبات الأعداد اللي بلشنا فيهم إنه لازم نرجعهم كتير منيح، مكعبات الأعداد 1 8 27 64، إذا هاي مش زيها المكعبات، إذا مش نفس المكعبات، إذا فعلا هاي مكعبات أعداد. 1 8 27 64 من 1 تكعيب 1، 2 تكعيب 8، 3 تكعيب 27، 4 تكعيب 64، 5 تكعيب 125، 6 تكعيب 216، ممتاز. 7 تكعيب 343، المفروض إذا لازم عزيزي الطالب نحفظ مربعات ومكعبات الأعداد. هلا نروح مع بعض على تمارين ومسائل. السؤال الأول صفحة 73، عشان نتمكن أكثر بدنا نحل مسائل أكثر. السؤال الأول فرع ألف، بسم الله. كونها الأعداد في تزايد، طلع على الأعداد 10 12 15 19 24، العشرة أصبحت 12 إذا زاد 12 أصبحت 15، إذا الأعداد في تزايد. نكمل الشرح. لما بدي أفكر في الجمع أو الضرب أو مكعبات أو مربعات. طيب عزيزي الطالب كضرب يعني بدنا نبحث في عملية الضرب أو الجمع،
نفكر في الضرب عشان نلغيها. 10، هل بقدر أضرب 10 في رقم عشان يعطيني 12؟ لا ما بقدر، من عملية الضرب مستثنى، ما بفكر فيها. مش ضل عندي خيار، خيار يتجمع، وأكيد هي لا مربعات ولا مكعبات. هلأ نتذكر مع بعض كيف كنت أعرف عملية الجمع والفرق بينهم. المفروض أمسك هذول العددين وأحكي العشرة كم كيف صارت 12 عن طريق جمعها ب 2، من هنا جمعتها ب 2. معظم الطلاب بخربطوا في وضع السهم وفكروا أنه وضعه من هون لهون بعمل لي غلط. لا، نتفق على شغلة محددة، السهم نرسه من تحت لفوق لعند الفاصلة، من عند الفاصلة، يعني العملية اللي صارت قبل ما أعطاني الرقم الجديد. 12 كيف صارت 15؟ جمع لها 3. 15 كيف صارت 19؟ جمع لها كم؟ 4. العزيز الطالب طلع كتير منيح إنه لما نحكي عن الجمع هون نمط 2 3 4، شو حيكون وراء؟ فعلاً 5. لو أجمع 19 زائد 5 كم بعطيني؟ 24. إذا النمط 2 3 4 5، أنا عندي أعداد متتالية، لأن لازم عشان هون أجمع شو بدي أكتب؟ زائد 6. 2 3 4 5 6، شو حيكون جمع؟ ممتاز، شو حيكون رقم؟ 7. شوف هون بدي أجمع لأنه متزايد، الرقم حيكون ممتاز 8. هلأ نيجي نجمع 24 زائد 6 اللي هي 30، ممتاز. و30 زائد 7 بعطيني 37، و37 زائد 8 بعطيني 45. انتهى النمط الأول. كون هالأعداد في تزايد، هلأ نروح لفرع با. انتبه عزيزي الطالب لفرع با. فرع با بشبه المسألة الخارجية اللي حلناها الحصة اللي فاتت، ننتبه عليها كتير منيح. بسم الله الرحمن الرحيم. النمط في تزايد أم في تناقص؟ انت شو شايف الأعداد؟ عمالها بتزيد وعمالها بتنقص؟ ممتاز، عمالها بتنقص، لم يا طرح يا إما قسم. قلنا لو نفكر بعملية الطرح، طرح أو قسمة، والقسمة بدي أتذكر فيها أني بعرف أقسم عادي، وإذا ما كان بقدر أقسم إلى القسمة بدي أكتب لك إياها ويا ريت ننتبه. في حال كان المقسوم عليه أكبر من المقسوم نفكر بثبت حول اقلب. يعني شو قصدك يا مس؟ انا قصدي انه لما يكون 1 تقسيم 2، يا اما ذهنيا انه 1 تقسيم 2.5، او بتحكي انه مقسوم عليه، هذا مقسوم عليه، هذا مقسوم، مقسوم عليه اكبر. لما يكون اكبر ما بقدر اعطيك عدد صحيح يا مس، بدي افكر بثبت حول اقلب. ثبت الاول 1، حول هاي ضرب، اقلب هاي نص، مع 1 واحد على 1، لا 1 ضرب 1 1، 1 ضرب 2 2، هذا النص، تمام. هذا مثال. هلا رح نشوف نفس المشكلة. شوف يا خامس، عملية كتابة النمط كل ما الأعداد عمالها بتنقص، لما تنقص الأعداد بدي أفكر في القسمة أو طرح. 16 كيف صارت 8؟ اطرح منها 8. 8 كيف صارت 4؟ اطرح منها 4. والأربعة كيف صارت 2؟ اطرح منها 2. عملية الطرح مش كتير واضحة، ما عمالي بطرح عدد نفسه ولا عدد متتالية. نفكر في القسمة، بلكي طلعت القسمة أسهل. إذا ما طلعت القسمة أسهل برجع على الطرح. اتفقنا؟ إيش اتفقنا؟ اتفقنا إنه إذا ما كانت عملية القسمة واضحة بدي أرجع أفكر في الطرح. 16 كيف صارت 8؟ قسمة 2، ممتاز، لأن هون بدي أقسم على 2. 16 تقسيم 2 بعطيني 8.
والثمانية تقسيم اثنين كم تعطيني؟ أربعة. والأربعة تقسيم اثنين كم راح تعطيني؟ اثنين. واثنين تقسيم كم هلأ بدي أكتب تقسيم اثنين؟ آه حلو كتير. اثنين تقسيم اثنين كم؟ أنا سامع حدا بيحكي صفر. اثنين تقسيم اثنين واحد. ممتاز. اثنين تقسيم اثنين واحد. إذا واحد تقسيم اثنين عملية قسمة اثنين. بمسك الرقم الذي قبله بقسمه على اثنين بكتبه فوق. واحد تقسيم اثنين شبه المسألة تاعت قبل شوي، ما بيصير المفروض إنه مقسوم عليه أكبر. واحد مش واضحة. واحد تقسيم اثنين مقسوم عليه أكبر المفروض إنه لا يجوز، لكن إحنا بالرياضيات ما عندنا إشي لا يجوز. ثبت حول اقلب بتصير كسور. واحد على واحد، اثنين على واحد، ثبتنا الأول، حولنا هاي لضرب، قلبنا هاي، لازم كل مقام واحد، واحد ضرب واحد واحد، واحد ضرب اثنين اثنين، إذا كم الناتج؟ نص. نيجي للنص، شو بدي أعمل بالنص؟ بدي أقسمه على اثنين، بنقسم النص على اثنين، بمسك النص، بنقسمها على اثنين. القاعدة بتحكي إنه في حال كان مقسوم عليه أكبر، أو في حال كان عندي كسر، القسمة بصير قاعدة ثبت حول اقلب. ثبت الكسر الأول هيعطيني نص، حول القسمة لضرب، أكيد هاي لازم يكون كسر مقام واحد، أي عدد صحيح يكون مقام واحد. لما اقلب بتصير واحد على اثنين، واحد على أربعة، واحد ضرب واحد واحد، اثنين ضرب اثنين أربعة. لأنه عندنا واحد على أربعة. إذن عزيزي الطالب لازم نتأكد من أن يكون المقسوم عليه أكبر أو أقل من المقسوم. هلأ خلينا نشوف السؤال الثاني، طلع كتير منيح كتابك. السؤال الثاني عندنا مثلث باسكال، وفي هذا المثلث بدنا نعرف نكتب كتابة الصف الثامن والتاسع والعاشر. إحنا اتفقنا كيف نرسمهم مع بعض، وعليك واجب انك ترسم المثلث لحد الصف العاشر. احنا رسمنا مع بعض كيف نرسم للصف السابع والثامن. فرع باء بحكي لنا جد ناتج جمع الاعداد في كل صف ذهنيا برضو حليناها مع بعض. خلينا نشوف الفيديو مع بعض يلي بسهل علي عملية الحساب الذهني، وخلينا نعرف شو قصده بعملية الحساب ذهنيا. بسم الله. أعداد في كل صف ذهنيا، شو قصده ذهنيا؟ ذهنيا قصده إنه ما نجمع كل صف، كل رقم برقمه، إنه عن طريق نمط. بسم الله. هم واحد، ومجموع الأرقام هون واحد زائد واحد من اثنين. هون ما عم بعمل ذهنيا، بجمع عادي علشان نكتشف قاعدة النمط. مجموع الأرقام هون واحد زائد اثنين ثلاثة زائد اثنين زائد واحد أربعة. إحنا مو مضطرين نكمل نجمع زي هيك، إحنا عندنا أنماط. واحد كيف صار اثنين؟ ضربناها باثنين. اثنين كيف صارت أربعة؟ ضربناها باثنين. الأربعة شو كنا بدي أضربها؟ اثنين. إحنا شو تصير؟ ثمانية. الثمانية بكم بدي أضربها؟ كمان باثنين، بتصير 16 أضربها باثنين كم بتصير؟ 32. إذا هدول حاصل جمعهم 32. هذا الصف حاصل جمعه 16، هذا الصف حاصل جمعه 8. أعداد في كل صف ذهنيا، شو قصده ذهنيا؟ إذا عزيزي الطالب إحنا مش مضطرين نجمع كل صف مع صفه، إحنا نقدر نعرف الصف مجموع الصف عن طريق إني أضربه باثنين في جمع الصف السابق. إذا قاعدة النمط، هل يعد ناتج جمع الأعداد في كل صف نمط؟ نعم. حاصل جمع كل صف يساوي 2 في حاصل جمع الصف الذي يسبقه. طيب عزيزي الطالب خلينا نشوف مع بعض سؤال 3. سؤال 3 بحكي لنا وضع أحمد برنامجا زمنيا مدته أسبوع لحفظ معاني كلمات باللغة العربية كما هو موضح في الشكل. اكتشف النمط المتبع في عدد الكلمات وأكمل الفراغ في الجدول بالأعداد المناسبة. وما مجموع الكلمات التي حفظها أحمد في نهاية الأسبوع؟ أول إشي خلينا نترجم
يلي مكتوب عنا. عنا اليوم وعنا عدد الكلمات. في اليوم الأول حفظ كلمة واحدة، في اليوم الثاني حفظ كلمتين، في اليوم الثالث حفظ 5 كلمات، وفي اليوم الرابع حفظ 10 كلمات، والخامس 17، وهكذا. نشوف مع بعض العلاقة يلي بتربط الأرقام ببعض. الواحد كيف أصبحت 2، واثنين كيف أصبحت 5، والخمسة كيف أصبحت 10، والعشرة كيف أصبحت 17، وكيف بدي أكمل للسادس والسابع. الواحد كيف أصبحت 2 جمع لها 1، والاثنين كم بدي أجمعها لها عشان تصير 5؟ بدي أجمع 3. ليه أنا حكيت جمع؟ لأنه النمط فيه تزايد. ثاني إشي، ما عندي عدد أضربه في 1 يعطيني 2 إلا الاثنين، وما عندي عدد أضربه في 2 يعطيني 5. بدي عدد صحيح أضربه في 2 يساوي 5، لا يوجد إلا إذا كان كسر، وأنا أنماطي الأسهل ما تكون كسور لأنه إحنا بصف 5. إذن عشان هيك أنا فكرت بالجمع، والجمع كتير عملية واضحة. إذن 1 كيف صارت 2 جمع لها 1، 2 كيف صارت 5 جمع لها 3، 5 كيف صارت 10 جمع لها 5، 10 كيف صارت 17 جمع لها، ممتاز، 7. هلا ال 17 كم لازم يزيد؟ هلا نطلع الاعداد في النمط 1 3 5 7. ما هي العلاقة التي تربط هاي الاعداد مع بعض؟ تذكر في الحصة الاولى حكينا في مجموعة ارقام لازم تكون في بالي عشان تسهل عملية الانماط، 1 3 5 7، هاي مجموعة اعداد فردية، ممتاز. نكمل الاعداد الفردية مع بعض نتذكرهم، 1 3 5 7 9 و11. إذا بدي أمسك هلا ال 17 أجمع لها 9 وأحطها بالصف السادس، إذا 17 زائد 9 ويساوي 26، إذا حفظ 26 كلمة في اليوم السادس. هلا بدي أجمع 26، بدي أجمع لها 11 وأحط الرقم الناتج في اليوم السابع، 26 زائد 11 ويساوي 37. إذن النمط المتبع في عدد الكلمات هو جمع الأعداد الفردية متتاليا. أكمل الفراغ في الجدول، أكملنا. وما مجموع الكلمات التي حفظها في نهاية الأسبوع؟ 37 كلمة. إذن خلينا نشوف السؤال، إذن جمع الأعداد الفردية لكل حد، خلينا نشوف السؤال الرابع مع بعض. السؤال الرابع عندنا نمط، بدنا نكتب الأعداد الثلاثة لتكملة النمط. دائماً بسأل حالي ما هي النمط؟ ما طبيعة هذا النمط؟ تزايد أم تناقص؟ الواحد أصبح 3، 3 أصبحت 7، 13، 21. إذن النمط الأعداد فيه بتزداد، فيه تزايد. تزايد يعني يا إما بضرب يا إما بجمع. الواحد ضرب كم بيعطيني 3؟ ما في غير الرقم 3. 3 ضرب كم ممكن تعطيني 7؟ ما بعرف. 3 ضرب رقم يساوي 7 بالأعداد الصحيحة، ما في، لأن أنا بيهمني الأعداد الصحيحة. إذا عملية الضرب مستثنى، أنا ما قدرت أعرف قديه. نشوف عملية الجمع، ممكن كانت سهلة. الواحد كيف صارت 3؟ جمع لها 2، ممتاز. 3 كيف صارت 7؟ جمع لها 4. 7 كيف صارت 13؟ جمع لها 6. في حال عزيز الطالب ما عرفت كيف أنا بحسب عملية الفرق، بمسك الرقم الكبير، مش أنا كنت أقارن بين هدول العددين، إحنا كنا نقارن بين 13 وبين 7. بمسك العدد الكبير اللي هو 13 وبطرحه من 7، إذا 13 ناقص 7 بعطيني كم؟ 6. ولأنه أنا في عملية تزايد إذا جمع 6. هلا بدي أنتقل من 13 لل 21، بمسك ال 21 وبطرحها من 13 وبعطيني إنه الفرق 8، ولأنه في عملية تزايد إذا زائد 8. رح أكمل هلا النمط. هلا طلع عزيز الطالب على الأرقام 2 4 6 8، هذا لحاله عماله بضوي بعقلي
الأعداد الزوجية، إذا الأعداد الزوجية 2 4 6 8 10 كمل مع بعض، شو بيجي بعد العشرة؟ بيجي بعدها 12، وبعد ال 12 بيجي عنا 14. إذا أنا هلأ بدي أمسك ال 21 أجمعه للعشرة وأحط الناتج في الأعلى، وأمسك الناتج هاد أجمعه لل 12 وأحطه في الموقع هون، وأمسك الرقم يلي هون أجمعه لل 14 وأحطه في هذا الموقع. إذا ال 21 بدي أجمعها للعشرة بعطيني الناتج. إذا 21 بدي أجمعها للعشرة بعطينا دقيقة بس. إذا 21 بدي أجمعها للعشرة وأكتب الناتج في الأعلى. بسم الله. إذا بدي أجمع 21 زائد 10 ونكتب الناتج معا في الأعلى. 21 زائد 10 بعطينا 31. رح نمسك القلم، يعني رح نكتب هنا 1 31. طيب هلأ بعد 31 هلأ هو مو كتير واضح، 31 بعد 31 بدي أجمع كمان 14، بدنا نجمع كمان 12 مثل ما اتفقنا. بس دقيقة لأنه هذا بدنا نجمع هلأ مثل ما اتفقنا 12 31 بس أجمع لها ل 12 بتعطينا 43، وبعدين رح تعطيني 57. إذن هون رح يعطينا 43، نكتب بالهايلايتر 43، وهون رح يعطيني 57. المهم إنه قاعدة النمط أصبحت واضحة، إني عمالي بجمع الأعداد الزوجية. هلأ خلينا مع بعض نشوف فرع باء. فرع باء لو لاحظت عليه أنا إحنا شايفين عنا كسور، شايفين عنا كسور، لكن هذا الكسر 1 على 23، 4 على 23، 7 على 23، و10 على 23. هلأ عزيزي الطالب لو انتبهت للكسر، مش كل كسر لازم أشوفه لازم أخاف منه، ممكن يكون الموضوع كتير بسيط. يعني مثلا إحنا عنا فرع باء، طيب فرع باء 1 على 23، 4 على 23، 7 على 23، 10 على 23. إذا لاحظت أنا عندي المقام ثابت اللي هو 23، ما بيتغير. 23 المقام ثابت، 23 23. إذا منطقيا أنا الأعداد ماشي وفق قاعدة معينة ووفق نمط معين، هاي الأنماط عادي بتمشي عندي إنه أنا عندي المقام ثابت 23، إذا باقي الأرقام حتكون أيضا مقامها 23. جهزنا المقامات 23. هلأ بدنا نحسب البسط، 1 كيف أصبحت 4، الأربعة كيف أصبحت 7، والسبعة كيف أصبحت 10. هلأ الواحد أضفت له 3 صار 4، الأربعة أضفت له برضو 3 أصبح 7، السبعة أضفت له كمان 3 أصبح 10. إذن قاعدة النمط بلشت تبين معي، عبارة عن جمع 3 لكل حد، 3 رقم ثابت، إذن جمع 3 لكل حد. إذن عشان أنتقل للكسر اللي بعده رح أجمع كمان 3، عشان أنتقل للكسر اللي بعده رح أجمع كمان 3، ورح أجمع كمان 3. لإيش بجمع؟ فقط للبسط والمقام ثابت. إذن 10 بدي أجمع لها للثلاث وأكتب الناتج في الأعلى، حيعطيني 13. 13 بدي أجمع لها 3 وأكتب الناتج في الأعلى، رح يعطيني 16.
16 راح أجمع لها 3 وأكتب الناتج في الأعلى راح يعطينا 19. ننتقل للسؤال الخامس، فكر فيه شوي. تمانية وخمسين أصبحت 70 والسبعين أصبحت 82. أول خطوة طلع المسألة من بعيد، ما نقلق كونه هون عندنا فراغات. أول إشي بدي أعرف ما هو النمط المتبع، منه بقدر أكمل الأعداد التي تليه، وبعدين بروح للأعداد الذي سبقته. هلا خلينا نشوف كيف 58 أصبحت 70، أو ما هو الرقم يلي أضفته لل 58 حتى أصبح 70. كيف بعرف؟ بمسك السبعين الرقم الكبير وبطرحه من 58 وبشوف الناتج. إذا كيف عرفنا إنه 12 58 70 ناقص 58 بعطيني 12؟ هلا بنشوف عملية الطرح على طرف. طرحت السبعين من 58، هلا كونه لا يجوز بدي أستلف. الصفر بتصير 10 والسبعة بتصير 6، 10 ناقص 8 2 وستة ناقص 5 بعطيني 1. إذا العملية الفرق بيناتهم 12. ليه جمع؟ لأنه الأعداد في تزايد. هلا السبعين كيف أصبحت 82؟ عشان أتأكد بدي أمسك الكبير اللي هي 82 وأطرحها من السبعين. 82 ناقص 70 ويساوي 12، برضو 12. إذا أنا بينت عندي قاعدة النمط إني عشان أنتقل من منزلة أو من موقع للموقع الذي بعده لازم أجمع 12 لكل منطقة. إذا هون بدنا نجمع 12 لكل منطقة. عشان أنتقل من هاي المنطقة لهاي المنطقة بدي أجمع 12، عشان أنتقل من هون لهون برضه بدي أجمع 12، عشان أنتقل بدي أجمع 12. الأسهل إنه أبلش أو أعطي الأعداد التي تليها. 82 زائد 12 بيعطيني أوكي. 82 زائد 12 بعطينا 94. 94 زائد 12 بعطينا 106. و106 بس أجمع لها 12 بعطينا 118. هلأ أنا بفضل يكون الحل كتير دقيق، حاول تجمع بشكل صحيح 100%. وإذا ما بتعرف تجمع ذهني مثل ما قلنا استخدم الورقة والقلم. هلأ 58 كم كانت عشان أجمع لها 12 تصير 58؟ العملية بدي أطرح من 58 12 عشان يعطيني 46. 46 كانت رقم بس جمعته ل 12 صار 46. إذا العملية رح تكون عكسية، 46 بدي أطرح منها 12 بعطيني 34. 34 بدي أطرح لها رقم بعطيني، أطرح لها من 12 بعطيني 22. طيب عزيزي الطالب، خلينا مع بعض نشوف فرع باء. أكتب العدد المناسب في الفراغ لكل من النمطين التاليين: 61 74 87. برضو الأعداد في تزايد، لكن بدي أعرف مقدار الزيادة بين 61 و 74. مثل ما حكينا بمسك ال 74 وبنقصها من ال 61 بشوف الفرق وبعدين بكتب عملية جمع. إذا عزيزي الطالب، خلينا نشوف كيف بنتقل من 61 ل 74 ومن 74 ل 87. عشان أعرف مقدار الفرق قلنا بدي أمسك الرقمين وأطرحهم من بعض، 74 و 61، بدي أشوف الفرق بيناتهم. طرحت أعطاني ناتج 13، إذا وهي عملية زيادة، إذا بدي أجمع لها 13. فعلا كمان 87 ناقص 74 لما أطرحهم مع بعض بعطيني الفرق 13، ولأنه في زيادة إذا بجمع 13 لكل حد. إذا عشان أعرف العملية بدي أجمع كل رقم 13 وأحطه في الخانة التي تليها. بدي أجمع لكل رقم 13 وأحطها في الخانة التي بعدها. إذا 87 زائد 13 بعطينا 100. المية زائد 13 بتعطينا 113. المية 13 زائد 13 بعطيني 126. هلأ علشان أقدر أكمل، 61 كم كانت عشان لما أجمع لها 13 تعطيني 61؟ شوف السهم المفروض العدد والذي يليه. إذا أنا المفروض إني أجمع 13 علشان أعرف العدد الذي يسبقه، بدي أطرح منها 13. إذا 61 ناقص 13 بعطينا 48.
48 ناقص 13. شوف أنا بحكي ناقص مع إنه أنا كاتبة زائد 13، لأنه بالعادة بعطينا النمط من الخانة التي قبل للخانة التي بعد، من الخانة التي قبل للتي بعد. إذا حبيت تكتب هون ناقص 13 بدك ترسم سهم، تحدد اتجاه السهم. إذا هلأ بدنا نحكي 48 كيف، إيش الرقم اللي جمعته ل 13 حيث يعطيني 48؟ بطرح 48 ناقص 13 بعطيني 35، و 35 ناقص 13 بعطيني 22. هلا عزيزي الطالب خلينا نشوف سؤال 6. سؤال 6 هو سؤال تحدي بيحكي لنا اكتشف النمط الآتي ثم أجب عن الأعداد التي تليها. إذا عرفت النمط من حالك دون أي تغشيش فأنت عن جد طالب جدا رائع. هذا النمط اكتشفه عالم اسمه رينالدو فيبوناتشي، وهو عالم إيطالي. هذا العالم كان يدرس نوعية محددة من الأرانب يلي بلش تتكاثر بعد عمر معين، فبلش بصفر أرنب، بعدين جاب زوج من الأرانب، زوج واحد من الأرانب، وبعدين صار يشوف متى بتتكاثر كل أرنب وسجل عدد أزواج الأرانب، ولاحظ إنه هاي الأرقام تتكاثر بشكل كبير. هلا عزيزي الطالب هاي كمان النظرية بتاعت متتالية فيبوناتشي كتير استخدموها واكتشفوا أسرارها في الطبيعة. هلا هون في فيديو إن شاء الله رح نشوفه مع بعض ونعرف شو فائدة نظرية فيبوناتشي. لهلأ عرفت عزيزي الطالب كيف اكتشف هاي النظرية؟ جدا بسيطة. هلأ الصفر أصبح واحد، والواحد أصبح واحد، واحد أصبح اثنين، اثنين أصبح ثلاث. ما عندي رقم أجمعه أو رقم ثابت أجمعه حيث يعطيني الرقم الذي يليه، ولا عندي رقم ثابت أضربه يعطيني الرقم الذي يليه، ولا يوجد نمط داخل المجميع ولا المضروبين من بعض. نفكر مع بعض، بدأ هاي المتتالية بالرقم صفر وواحد. إذا الأرقام اللي بلشنا فيها صفر وواحد، قال يا خامس بدي أجمع الصفر مع الواحد، شو بده يعمل؟ بده يجمعهم. قال صفر زائد واحد ويساوي واحد، وين بده يحط الناتج؟ في الخانة التي جنبها. إذا بده يحط الناتج هون واحد. بعدين حكى أنا بدي أجمع كل عددين وأحط الناتج بجنبهم. إذن هلأ بدي يجمع الواحد مع الواحد، واحد زائد واحد اثنين، وبدي يحط الناتج هون. إذن هلأ بدي يحط الناتج هون اثنين. هلأ بدي أكمل معه، واحد بدي أجمع لها لاثنين ويعطيني الناتج ثلاث، وأحط الناتج بجنبه ثلاث. طلع ما أبسطها. اثنين بدي أجمعها لثلاث وأحط الناتج هون، اثنين زائد ثلاث خمسة، ثلاثة زائد خمسة بعطيني ثمانية، وهلا 5 زائد 8 رح يعطينا 13. هلا عزيزي الطالب نكمل مع بعض هاي المتتالية، نكمل مع بعض هاي المتتالية. إذا هلا بدي أجمع 21 زائد 13 أو 13 زائد 21 بعطينا 34. إذا هاي هون 34. هلا بدي أجمع الأربعة وثلاثين زائد واحد وعشرين بعطينا 55. ممتاز، إذا هاي 55. أكمل 55 زائد 34 بده يعطيني 89. وهيك بنكون خلصنا من متتالية فيبوناتشي. طلع معي عزيزي الطالب لمعلومات أكثر على متتالية فيبوناتشي اللي استخدمناه، اللي اكتشفوا أسرارها بالطبيعة. هلا الفيديو مترجم، وزي ما بنعرف احنا الطبيعة ما بتحتاج رياضيات، بس ممكن هي تركز لنا على أشياء أو أرقام نتعامل فيها، إنه هون في رياضيات، حتى بالطبيعة في رياضيات، سبحان الله. طلع معنا بني على متتالية فيبوناتشي. بسم الله. ماريو ليفيو is an astrophysicist who wrestles with these questions. He's fascinated by the deep and often mysterious connection between mathematics and the world. If you look at nature, there are numbers all around us. You know, look at flowers, for example. So there are many flowers that have three petals like this, or five like this. Some of them may have 34.
or 55. These numbers occur very often. These may sound like random numbers, but they're all part of what is known as the Fibonacci sequence, a series of numbers developed by a 13th century mathematician. You start with the numbers 1 and 1, and from that point on, you keep adding up the last two numbers. So 1 plus 1 is 2, 1 plus 2 is 3, 2 plus 3 is 5, 3 plus 5 is 8, and you keep going like this. 5 plus 8. Today, hundreds of years later, this seemingly arbitrary progression of numbers fascinates many, who see in it clues to everything from human beauty to the stock market. While most of those claims remain unproven, it is curious how evolution seems to favor these numbers. And as it turns out, I mean, this sequence appears quite frequently in nature. Fibonacci numbers show up in petal counts, especially of daisies. But that's just a start. Statistically, the Fibonacci numbers do appear a lot in botany. For instance, if you look at the bottom of a pine cone, you will see often spirals in their scales. You end up counting those spirals. You will usually find a Fibonacci number, and then you will count the spirals going in the other direction, and you will find an adjacent Fibonacci number. The same is true of the seeds on a sunflower head, two sets of spirals. And if you count the spirals in each direction, both are Fibonacci numbers. While there are some theories explaining the العزيز الطالب، هاي هي نظرية فيبوناتشي. مثل ما قلت كثير بيستخدموها في الأوراق المالية والتجارة والاقتصاد وإن علم النباتات. يعطيك العافية، وهيك بكون انتهى معنا الدرس الأول. إن شاء الله راح تلاقوا المرفقات هاي جميعها في خانة المرفقات على موقع المدرسة، وما تنسى تعمل مثلث باسكال لحالك لعند الصف العاشر ونشوفه مع بعض.